أعزائي متابعي اليوم السابع، أهلا ومرحبا بكم. إحنا موجودين في قرية تفاهنا العزب مركز زفتة محافظة الغربية أحد قلاع زراعة الموالح في محافظات الجمهورية. يعني هنشرح لحضراتكم في هذا التقرير الحي مراحل زراعة اليوسفندي وتجميعه وإزاي بيتم تصديره وتفاصيل كتير هنعرضها لحضراتكم. يعني نرحب بحضرتك في اليوم السابع، عرفنا بنفسك. مع حضرتك كامل عطار من تفاعل العزب مركز زفتة محافظة الغربية. كلمني كده عم كامل، احنا موجودين فين و... احنا دلوقتي حاليا في قرية تفاعل العزب على بجوار نهر النيل فرع دمياط. يعني احنا النيل جنبنا هون على بعد 20 متر بالظبط. لو حضرتك تتفضل تصور فيه ممكن نروح نصور فيه. اليوسفندي، كلمني يعني نسبة زراعة اليوسفندي قد ايه في القرية؟ ازاي بيتم تصديره وتسويقه في السوق المحلي؟ بلدنا هنا بتزرع زرع السفندي وبرتقان بجميع انواع، وسفندي برضو بجميع انواع. يعني البرتقان بيشمل عديد من الانواع، اللي هو مثلا بصرة، وفي بصرة مليسي، وفي بصرة نص مليسي، وفي بصرة خشن اللي هو بيقطع فرخ السكري، وعندنا القدام موتي، وعندنا البرتقال البلدي، فاهمني؟ عندنا جميع اصناف البرتقال موجوده، وبيبدا موسم البرتقال من شهر 9 حتى شهر 7. المستفندي كذلك، ده استفندي السنه ده على التشطيب. يعني حاليا ده بيشطب. السفندي ده حاليا بيشطب عندنا. يبدا يشتغل السفندي البلدي، نوع من انواع برضو السفندي، بعد السفندي الصيني، ده نوع من انواع السفندي اسمه سفندي الصيني. البلدي بيشتغل بعد منه على طول مباشره. الموسم بيبدا امتى وبينتهي امتى؟ الموسم بيبدا بالنسبه للبرتقال في شهر 9 مصره. ينتهي بقى زي ما انت عايز، كل واحد بيخزن، وفي ارض بتتحمل على الارض اللي احنا فيها دي اخرها 1/2 ما تتحملش، في ارض ثانيه اخرها 15/4 1/5. ده عام الصيفي مفتوح لحد شهر 9 من بداية النهاية، من لحد شهر 9 ده الموجود البرتقال الصيفي عندنا. طالما ترش وتظبطه ضد الذباب وخلاص تقدر تتحكم فيه. يعني السفندي ازاي بيتم تسويقه؟ يعني السفندي بيتم تسويقه وبنقطعه ويروح الاسواق، اللي هو سوق زي سوق العبور، زي سوق البنها، زي سوق الزقازيق، سوق اكتوبر، سوق مدغم، سوق الجمله. وفي طبعا الناس اللي هي اصحاب الفروشات بتيجي تاخد من عندك من الارض تفرش بوه في السواق والكلام من ده. الجوده وحسب اللون وحسب الحجم بتختلف، من الجوده واللون والحجم. ايوه. الاسواق يعني التجار يعني عارفين مثلا تفاهنا العزب انتاجها قد كده، بيتم التعاقد مثلا، بيجي في اول الموسم يتعاقد معاك ولا الشغل حر؟ هو التاجر بينزل يشتري من الفلاح، ده بجنيه، ده بخمسة جنيه، ده بثلاثة جنيه، بيقطع له ويديله. لكن مفيش عندنا نظام التعاقد خالص. التعاقد ده مع محطات التصدير، مش في السفني. ده في البرتقال. بتروح تقدم طلب في الزراعة وتعمل كود للمزرعة، وبعد كده بتروح تودي الكود بتاعك ده محطة التصدير، وبناء عليه بييجوا ياخدوا المزرعة بتاعتك. يعني لها فحص وياخدها. ده نظام التصدير. أما بالنسبة للسفندي طبعا لا. التغيرات المناخيه اثرت على المحاصيل الزراعيه عندكم؟ اثرت طبعا عندنا على المناخ. مالي لازم تاثر، تغيير المناخ مؤثر على التربه الزراعيه كلها وعلى الارض الزراعيه كلها. في مواعيد خلف طبعا. في المواعيد خلف، في المواعيد. فاحنا برضو هنا بحكم ان احنا بنفهم في الزراعه، وعندنا لو مؤاخذه عندنا مدير الاداره الزراعيه بزفته، وعندنا مدير الارشاد الزراعي بزفته، وعندنا المرشد الزراعي اللي موجود في الاداره الزراعيه بتوجيه من مدير الزراعه، بينزلوا يعرفونا الخطط المستقبليه اللي هي بتاع تغيير المناخ في القمح وفي المحاصيل الزراعيه، وبالنسبه للموالح وبالنسبه للنخيل. وبالمناسبه احنا ما عادش عندنا سوسه نخيل خالص، يعني احنا سوسه النخيل عندنا قرض بفضل الاداره الزراعيه عندنا، لان احنا عندنا مدير زراعه نشط وراجل محترم وراجل كويس، ما بيخشش بيته قبل الساعة 5.